الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي للملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وحكومة وشعب بريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، متمنيا كل التوفيق والسداد للشعب البريطاني الصديق فيما هو قادم. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي مع الملك تشارلز الثالث. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بموضوعات تغير المناخ، لا سيما في ضوء المبادرات المتعددة التي يرعاها الملك تشارلز الثالث في هذا المجال، إلى جانب استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ COP27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ. من جانبه تقدم الملك تشارلز بالشكر للرئيس السيسي على هذه اللفتة الكريمة التي تؤكد على خصوصية العلاقات بين البلدين الصديقين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في شبكة الطرق بالدلتا خلال العام القادم، وذلك نظرا لأهميتها وكونها شرايين للتنمية التي تخدم مواطني وأهالي المحافظات والمدن والقرى المحيطة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين. وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل، مضيفا أن الاجتماع استعرض جهود تطوير منظومة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بمختلف جوانبها، لا سيما الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بالخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع. كما استعرض الاجتماع مستجدات التعاون مع المجموعة الألمانية دويتش بان لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة، حيث من المنتظر أن تنشئ شركة وطنية تحت اسم دويتش بان مصر. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المؤتمر الاقتصادي الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون بمثابة فرصة لاستعراض ومناقشة التحديات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن ثم الاتفاق على خارطة طريق للتعامل مع الملفات الاقتصادية. وخلال الاجتماع لمتابعة إجراءات تنظيم المؤتمر، أشار مدبولي إلى أن خلال الفترة الحالية تتم متابعة ورصد كل ما ينشر في وسائل الإعلام بشأن مستهدفات المؤتمر الاقتصادي، حيث يتم وضع جميع الآراء التي تستهدف خروج المؤتمر بنتائج إيجابية موضع الاعتبار. توافق مجلس أمناء الحوار الوطني على إقرار لائحة سير إجراءات جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني خلال الفترة القادمة، وكذلك الانتهاء من تحديد مهام مقرر اللجان كافة وكتيب إرشادات قواعد السلوك في جلسات الحوار الوطني. وخلال اجتماعيه السابع والثامن، قام مجلس الأمناء بدعوة الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة إلى إجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقر مجلس الأمناء، وتلقي مقترحات المواطنين والجهات المختلفة مع رفع نتائج تلك الحوارات لمجلس أمناء الحوار الوطني لضمان الوصول المتكافئ لكافة فئات المجتمع المصري. أعلنت تونس رفع أسعار اسطوانات الغاز المنزلي 14% والوقود 3% في إطار خطة لخفض دعم الطاقة. وقالت وزارة الطاقة التونسية إن أسعار الغاز التي تم رفعها لأول مرة منذ 12 عاما سترتفع من 7.75 دينار إلى 8.80 دينار. وأضافت الوزارة في بيان لها أن سعر البنزين سيرتفع يوم الثلاثاء المقبل 3% من 2.33 دينار للتر إلى 2.4 دينار للتر، ويعد هذا رابع رفع لأسعار الوقود هذا العام. دعت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب بعد العثور على مئات الجثث في مقابر جماعية قرب مدينة أزيوم في شرق أوكرانيا. وكتب وزير الخارجية التشيكية يان ليبوفسكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للتكتل الأوروبي في تغريدة عبر تويتر إنه لا يمكن تصور اعتداءات كهذه في القرن 21، وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت العثور على 450 جثة لمدنيين تحمل آثار تعذيب ومدفونة في غابة عند مشارف إزيوم في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا.
أفادت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية بأن عاصفة نادرة ضربت غرب ألاسكا وتسببت في تشكل أمواج ضخمة وفيضانات أدت إلى جرف المنازل. وأعلنت خدمة الأرصاد عبر حسابها على موقع تويتر أن الفيضانات ستزداد في شدتها. وقال الخبير في المناخ بجامعة ألاسكا ريك ثومان لوكالة فرانس بريس إن هذه أقوى عاصفة تشهدها المنطقة بمطلع الخريف في بحر برينغ خلال السنوات الخمسين الأخيرة. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.